يستقبل مركز التلقيح داخل السيارات التابع لوزارة الصحة القطرية مئات المركبات يوميا. الإقبال الكبير عليه حتى افتتاح مركز ثان هنا، مركز تطعيم في منطقة الوكرة مخصص لتلقي الجرعات داخل السيارات، خطوة لاقت نجاحا ملفتا واستحسانا من قبل المواطنين والمقيمين في دولة قطر. تم افتتاح هذا المركز الميداني للتطعيم قبل أسبوعين تقريبا بسبب زيادة الإقبال على المركز الأول اللي هو مركز الوسيل. عدد الجرعات اللي نعطيها في اليوم الآن 2000، ولكن احنا نتوقع زيادة عدد الجرعات في الأيام المقبلة. طبعا الطاقة الاستيعابية لهذا المركز من 4000 إلى 5000 جرعة. يتم التأكد عند المدخل من الأوراق المطلوبة لأخذ اللقاح قبل التوجه إلى الموقف المخصص لتلقي الجرعات. بشار وغيره جاءوا جميعا لأخذ جرعتهم الثانية من لقاح فايزر، وعند الجهة المقابلة تصطف السيارات لدقائق في منطقة المراقبة الطبية تحت رعاية فريق مختص بعد تلقي الجرعة مباشرة تحسبا لحدوث أعراض جانبية. أول جرعة أخذت، أجاني مسج عادي وسجلنا رحنا على المركز، فالجرعة الثانية الكل بيحكي نروح على مركز الوكرة عند الاستاد وفاضي، فأوكي يعني أخذنا شوية وقت بس الأمور سهلة وحلوة يعني ما في شيء. تعمل وزارة الصحة القطرية على الإسراع في عمليات التطعيم لجميع الفئات، عسى أن تكون الخطوة الأهم لاستعادة النشاط في كامل القطاعات.